كرة ملعوبة في منطقة الجزاء، وحاول هنا فرصة يمنية وتسديد. الله، اليمن تسجل هدف عن طريق علاء الصاصي. علاء الصاصي يحرك المدرجات. هل يعني حقيقة في جمهور يمني موجود، جمهور يمني موجود، والهدف اليمني أيضا موجود، وبالتالي التسديدة القوية. شوف المحاولة الماضية، إبعاد من الدفاع، كرة تهيئت في غياب الرقابة، والقدم اليسرى المفضلة للاعب علاء الصاصي بتسديدة قوية جدا، تأتي بهذه الطريقة من على قوس منطقة الجزاء تماما، والهدف اليمني الأول في المباراة إلى اللحظة. أول هدف يمني في المباراة الآن يحضر الهدف الأول. أصبحت النتيجة الآن 2-1.